السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث. درسنا اليوم الضرب بالمئات. نستعد معا ونفتح الكتاب صفحة 54. أهداف حصتنا اليوم أن يجد الطالب ناتج ضرب الأعداد من 1 إلى 9 بالعدد 100، أن يحل الطالب مسائل كلامية على ضرب الأعداد بالمئات. القاعدة الأساسية في درسنا اليوم: لضرب أي عدد بالعدد 100 نقوم أولاً بتثبيت الأصفار، ومن ثم نضرب العدد بالعدد 1 ونضع الناتج على يسار هذه الأصفار. مثال: إذا ضربنا 5 ضرب 100 نثبت الأصفار ونضرب الأعداد المتبقية، 5 ضرب 1 يساوي 5. لنفهم أكثر نقوم الآن بحل تدريبات الكتاب صفحة 54. السؤال الأول: إذا اتسعت مزرعة صغيرة لمئة دجاجة فكم دجاجة تتسع؟ ألف مزرعتان. فكروا معي. هذه المزرعة الأولى وهي 100 دجاجة، وهذه المزرعة الثانية التي تحتوي على 100 دجاجة. إذن لدينا مزرعتان، المزرعة الأولى فيها 100 دجاجة والمزرعة الثانية فيها 100 دجاجة. الناتج 100 زائد 100 كم؟ 200. إذن ما هو عدد المئات؟ هذه 100 واحدة وهذه 100 ثانية، إذن 2. 2 ضرب 100، نثبت الأصفار هذه ونضرب الأعداد المتبقية وهي 2 ضرب 1، إذن الناتج 200. ماذا لو كان لدينا 3 مزارع؟ هذه المزرعة الأولى، الثانية، الثالثة. إذن لدينا 100 دجاجة زائد 100 دجاجة أخرى زائد 100. الناتج 100 زائد 100 زائد 100 300. إذن ما عدد المئات؟ 1، 2، 3. إذن جملة الضرب لدينا 3 مزارع، في كل مزرعة 100 دجاجة. 3 ضرب 100، نثبت الأصفار ونضرب 3 ضرب 1 3، إذن الناتج 300. السؤال التاسع: أي عدد يضرب بالعدد 0 الناتج 0؟ أي عدد يضرب بالعدد 1 يعطينا العدد نفسه؟ 2 ضرب 100، نثبت الأصفار ونضرب 1 ضرب 2 200. نلاحظ الآن هذا النمط: 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. أنا
فخور بك. سنان، السؤال العاشر: إذا كانت حمولة شاحنة صغيرة 500 كيلوغرام، فما حمولة أربع شاحنات من النوع نفسه؟ إذن لدينا هنا أربع شاحنات، كل شاحنة فيها 500 كيلوغرام، أي 100، 200، 300، 400، 500. نريد أربع شاحنات من النوع نفسه، إذن أربعة ضرب 500 ويساوي أربعة ضرب 500، 500 وهي 500، إذن كم 100؟ أربعة ضرب 5 20. لدينا 20 100، إذن العشرون مئة عبارة عن 2000 كيلوغرام حمولة أربع شاحنات. هذا كان درسنا حول الضرب بالعدد 100. ماذا لو كان لدينا عدد نريد أن نضربه بأكثر من عدد من المئات، بأكثر من 100 واحدة، يعني ب200 أو ب300؟ دعونا نشاهد هذا الفيديو معا. متى سنصل البيت؟ تبقى أمامنا أربعة شوارع، كل شارع طوله 200 متر، أي أربعة ضرب 2 من المئات. وهل نخرج الأصفار هنا أيضا؟ دوما يا أختي. إذا نخرج الأصفار إلى الناتج ونضربه، 2 ضرب 4 يساوي 8، يصبح الناتج 800 متر. فلنستغفر الله حتى نصل البيت. نقوم الآن بحل تدريبات الكتاب صفحة 55. أجد حاصل الضرب فيما يلي: 8 ضرب 100 هي 8 ضرب 1 8، ونثبت الأصفار، إذن الناتج 800. 7 ضرب 300، 7 ضرب 3 21، وتثبيت الأصفار، إذن 2100. 200 ضرب 10، نثبت لدينا 3 أصفار، و2 ضرب 1 2، إذن الناتج 2000. عمل رائع! السؤال الآخر: قامت 10 عائلات من محافظة قلقيلية بقطف أشجار الجوافة، حيث قطفت كل عائلة 600 كيلوغرام، كم كيلوغراما قطفت العائلات العشرة؟ لدينا 10 عائلات، كل عائلة قطفت 600 كيلوغرام، نثبت الأصفار، كل الأصفار الموجودة لدينا 1 2 3، ثم نضرب الأعداد المتبقية: 1 ضرب 6 6، إذن لدينا 3 أصفار و6، إذن الناتج 6000 كيلوغرام. أنت ذكي جدا. إذا كانت قاعة أفراح تتسع لـ400 شخص، كم عدد الأشخاص الذين تتسع لهم 6 قاعات؟ لدينا 400 شخص، ضرب كم قاعة؟ 6 قاعات، نثبت الأصفار، 0، لدينا 0، نضرب 4 ضرب 6 24، إذن الناتج 2400. أنت ذكي جدا.
السؤال الأخير أتركه لكم، وكونوا مسألة كلامية يكون حلها من خلال 10 ضرب 700 والناتج 7000. إلى اللقاء في حصة قادمة بإذن الله.